إذن مشاهدينا حياكم الله من جديد، وما زلنا مستمرين معاكم هنا في مركز إكسبو الشارقة ومهرجان الشارقة للقراءة للطفل في النسخة 11 الذي انطلق أمس تحت رعاية وحضور سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة. وطبعا عشنا أجواء المرح كما شاهدنا في هذا التقرير، ونحن طبعا ندعو كل المشاهدين والزوار والأهالي بزيارة هذا الحدث الجميل. مشاهدينا، عشقة عالم الطفولة فطوعت إبداعاتها ورأملها الذهبية لإثراء أدب الطفل بالعديد من المشاركات والمساهمات الهامة التي تنوعت ما بين القصص المصورة والمسرحيات المميزة، إضافة إلى كتابة كتابات متعددة للرسوم المتحركة والأفلام القصيرة الخاصة بالطفل. يسعدنا مشاهدينا نرحب في استوديو صباح الشارقة في مركز إكسبو الشارقة الأستاذة أمينة الرويمي، إعلامية وكاتبة في مجال أداب الطفل ومستشارة لشؤون تنمية فنون الطفل. صباح الخير وحياك الله معنا في صباح الشارقة. صباح الخير إن شاء الله، وما شاء الله المهرجان رائع جدا. الله يسلمك. في البداية نتحدث اليوم عن أهمية وجود مهرجان مخصص للأطفال يعنى بالثقافة والأدب والكتاب. الأهمية كبيرة جدا بالنسبة لي كفاعلية ثقافية للأطفال ولدور النشر وللكبار وحتى للمدارس والأسر. الأهمية تعود على الكل، لأن المهرجان هذا متخصص بالعرض ما هو كل ما هو جديد. أيضا الفاعليات متطورة جدا، وأنا شاهدت بعض منها. أيضا شاهدت حتى المدارس قوة الحضور تبارك الرحمن. أمس واليوم، اليوم على الصباح الساعة باكرا شفت 4 رياض أطفال تقريبا، ما شاء الله. فالحضور جد رائع، النهم على الكتب غير عادي. شفت ما شاء الله، هذا كل لي يضيف أهمية للطفل وللأسرة ولدور النشر والجميع من يتعامل مع الثقافة. فوجود فضاء متخصص بهالكم الهائل من المجالات في مكان واحد، هذا حاجة كويسة. أولا حتى تعارف، يتعارفوا على دول العالم، دول العربية، منشور كل بلد، في تناغم رائع جدا وتنوع ثقافي مش عادي. يعني تقدر تقول تعايش ثقافي. حلو جميل. أستاذة أمينة، يعني نتحدث شو عن تجربتك الشخصية، ليش توجهتي بالتحديد لكتب الأطفال إن صح التعبير؟ أنا أحب الكتابة الحق. والدي كان في دار نشر وتوزيع، فكان دائما من طفولتي كان دائما يزودنا بكل ما هو جديد يعني. فانشأت على القراءة، ومجرد ما كبرت كنت نحب دائما مجلة الأمل، مجلة ماجد، سامر، هذا اللي تربينا عليهم الحق. صحيح. وكنت نتمنى أني نكتب، فبديت كتاباتي في مجلة الأمل لما أنا صغيرة، ولما كبرت كملت في هالمجال هذا يعني. حلو. كذلك عملتي في مجال القصص المصورة والمسرحيات يعني. صحيح صحيح. يعني برأيك شو الخصائص اللي تسهم اليوم في نجاح القصص المصورة والمسرحيات؟ الخصائص المميزة لها إنها تناسب عقلية الطفل، يعني كل فئة لها خصائص معينة. مثلا الصفوف الأولى والفئة العمرية الأولى هذه تحب الخيال، تحب التشويق، تحب الصورة أكثر من النص، ففي خصائص لها. الكتب اليافعين تتميز ب يحبوا الأشياء البطولية، شخصيات اللي فيها بطل خارق وكذا. وأيضا لازم تكون الموضوع يتناسب عقلية الطفل، يفهم الطفل، تكون فيها الشخصيات واضحة، الحوار، الأحداث، تكون أيضا تراعي القيم الأخلاقية في المجتمع والدينية. هذه أبرز الخصائص. خصائص نعم. راح تكون إن شاء الله ندوة خاصة بإذن تعالى خلال هذه الأيام. صحيح. وراح تحدثينا أكثر عن المسرح، يعني نتحدث بشكل تفصيلي عن هذه الندوة. الندوة بخصوص ما الذي يجب أن يقدمه المسرح للطفل اليوم. نعم. وكيف نشجع الطفل على الذهاب للمسرح. نعم.
هذه موضوع رئيسي للمسرحية. حيكون معي تقريبا ضيفين مسرحية بكرة، هي إن شاء الله حتكون في المساء نتحدثوا على المسرح والمسرحيات وكيف الطفل، كيف الرغب الطفل للذهاب للمسرح. فتجربة جد رائعة. أنا عندي تجربة في المسرح، جربت القصص الشعبية التراثية. حلو. كانت باللهجة الليبية، فأنا حولتها باللغة العربية حتى تكون يفهمها الغير، يعني الآخر. نعم. فاخترت أشهر قصة شعبية وكتبتها باللغة العربية وتم تحويلها مسرحية، والسنة اللي فاتت هي ما شاء الله تم عرضها أكثر من 10 مرات، وشاركت في تونس في مهرجان مسرح الطفل وفايزت بجائزتين ما شاء الله. ونبارك لك هذا الإنجاز، ونبارك لك هذه الجوائز. الله يبارك فيك، وهذا كله جهد الفرقة اللي قامت بالدور. وما شاء الله تونس يعني عندهم المسرح البلدي، هذا المسرح الجميل في شارع الحبيب بورقيبة، ما شاء الله يستضيف سنويا مهرجانات يعني على مستوى كبير، سواء كانت داخل تونس وحتى تجمع المسرحيات يعني المسارح من خارج المناطق. صحيح صحيح. بس الحدث اللي صار في قبلي تقريبا. نعم. منطقة اسمها ولاية قبلي. جميل. قامت باستدعاء عدة مسارح من دول العرب، في لبنان والسعودية. جميل. وتقريبا الأردن وليبيا وتونس. جميل. حلو أستاذة، يعني اليوم كيف تقيمين مسرح الطفل العربي يعني مع وجود كذلك الجهود التي تبذل يعني من قبل، بداية يعني من سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة اللي يولي الأطفال اليوم اهتمام كبير يعني هذه المعارض والمهرجانات، وأيضا المسرحيات أو العروض المسرحية المهرجانات تدعم مسرح الطفل، كيف تقيمين اليوم مسرح الطفل؟ من خلال متابعتي على اليوتيوب، هم دائما يعرضون المسرح وقتي يعني، وخصوصا في المهرجانات والمسابقات دائما يعرضون المسرحيات مباشر. نعم. ففيها في تقدم رائع الحق، من ناحية النص، من ناحية الديكور، من ناحية الإخراج، المواضيع أيضا رائعة جدا، وفي حتى فيه ديكور تحس فيه متعاملين مع دول خارج الخليج. نعم. الخارجية، مثل مرة فرنسا، مرة ديكورة أحضرت مسرحية كان من فرنسا وكذا، ففيه في تقدم بالنسبة للديكور، إنهم كانوا يستخدمون الإضاءة أكثر من صحيح. من القطع الأثاث يعني. يا الخشب. أو الخشب. أي خشب. بالنسبة للنصوص فيها ما شاء الله تقدم جدا، مواضيع تطرح مناسبة للطفل، فألف مبروك الحق. التنافس واجد كبير. صحيح. واليوم حلو كذلك يعني هذه النقلة النوعية، قبل كنا كثيرا نشوف النصوص مزرعة وأسد وغابة وأرنب، اليوم صار في يعني المستوى ارتفع شوية، يعني في كذلك رسائل موجهة، القيم الفنية والقيم الأدائية ارتفعت يعني حتى. صحيح. وهذا الشيء كذلك يساعد على إظهار اليوم الطاقات الشابة في المسرح يعني. صحيح. واليوم المبدعين سواء كان كتابة سواء إضاءة، الأكسسوارات والملابس والنصوص، هذه يعني تبشر إن شاء الله بجيل واعي ومثقف في المسرح. هذا شيء جميل اليوم يعني. لاحظت أيضا تمثيل الكبار في مسرح الطفل أكثر مع الشخصيات، هو شيء رائع، وممكن إن الشخص الكبير إنه يمثل أكثر من يعني في أداءه وإتقانه أكثر من الطفل، لكن نتمنى إنه يكون حتى الأطفال لهم حضوة أقل ما فيها، حتى اليافعين يعني يختاروا حتى اليافعين، وهذه قليلة لاحظتها في المسابقات وخصوصا في مهرجانات المسابقة المسرحية، عادة على طول يختارون الكبار ويلبسونهم دمى، وهو النص جميل فعلا، لكن في شوية حرمان للأطفال، فياريت يكون الأطفال اليوم حضوة أكثر بالنسبة للمسرحيات. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله أستاذة، شاركتي يعني مؤخرا في مع مجموعة من الكتاب والأدباء في كتاب قصص ذهبية من بلادنا العربية. صحيح. حدثينا عنه أكثر.
هو أنا أنتظر فيه لأنه حيكون إن شاء الله هنا إن شاء الله يا رب في مهرجان. أولا نحدثكم على جماعة أدب الطفل، هي مجموعة كبيرة مكونة من 170 أديب ورسام ودور نشر، هذا مكونينهم على الواتساب كنقطة التقاء بين أدباء العرب، يعني يتعرفوا على البعض ويعزمون بعض، وفي بطاقات دعوة لأي مناسبة أي مهرجان يكونوا مع بعض. مثلا أنا عندي ورشة ونبي مساعدة، هم يعطوني بعض النصائح، بعض يعني كمجموعة رائعة جدا. جميل، رائع. وهذا كيف إن وحدنا أدب الطفل في المجموعة هذه، قام بالفكرة هذه الدكتور طارق البكري، ومعه كان أستاذ محمد جمال عمر من الأردن، وأستاذ طارق في الكويت قامته. نعم. وقاموا بالمجموعة هذه. بعدين طلعت فكرة إحنا كتاب ومعنا رسامين وفي دور نشر معنا، ليش ما نجمعوا القصص العربية، كل واحد يألف حاجة قصة فيها سمة من بلده. جميل. فوافق الجميع لها، ودار الحافظ اللي هي الناشر في سوريا وافقت إنها هي تطبع وتنشر الموضوع. نعم. وتم تنفيذ العمل رائع جدا، وحيكون فيه أيضا مجموعة تانية لأن العدد كبير، ففي مجموعات بالتسلسل. كان القصص الذهبية من بلاد عربية، وأنا جد فخورة أني مع مجموعة كوكبة كبيرة جدا لأداء في أدب الطفل. جميل، حلو اليوم يعني مجموعة على الواتساب. يعني طلعت بفكرة وحدة صحيح. الكتاب. صحيح. وبإذنه تعالى دائما إن شاء الله متوحدين يعني. أنا مثلا قصتي من ليبيا، الرسام من الجزائر، والناشر من سوريا. جميل. فهذه الفكرة إن نتلاقوا كلها في عمل واحد. حلو حلو. أيه. جميل. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله أستاذة. شكرا لوجودك معنا، ونتمنى لك كذلك طيب الإقامة في إمارة الشارقة. الله يبارك فيك وألف مبروك للشارقة. حتكون يوم 23/4 العاصمة العالمية للثقافة فالكتاب، فألف ألف مبروك لجميع العاملين فيك. وتستاهلون كل خير. الله يسلمك. شكرا لك أستاذة أمينة، رويمي إعلامية وكاتبة كذلك مشاهدينا في مجال أدب الطفل، ومستشارة لشؤون تنمية فنون الأطفال، على حضورها اليوم. أتمنى لها التوفيق إن شاء الله دائما.